ليه فريزر بيستهلك كهرباء ولا لا، او بيستهلك كهرباء كتير ولا لا، وهل ينقل فطنه لو مش محتاجينه ولا غلط عليه. اول حاجه لازم نعرفها، في ناس كتير علشان الديب فريزر طبعا متخصص في التجميد وبيبقى حجمه كبير في التجميد، فناس بتقول ان هو بيستهلك كهرباء اكتر لانه ده بيجمد كميه كبيره، وده طبعا غلط. الديب فريزر مش بيستهلك كهرباء كتير، بالعكس ده استهلاكه اقل من الثلاجه، ممكن يوصل للنص كمان، لانه اول حاجه حجمه صغير، والدليل ان الكباس بتاعه حجمه صغير. وهنعرف ازاي بيستهلك كهرباء قد ايه بالظبط في الشهر. والاول هنتكلم انه غلط بيشغله ولا لا، بس خلي بالنا ان في ديب فريزر بيستهلك كهرباء اللي بيكون فيه مروحه، هنا تبقى مروحه كبيره، بيبقى استهلاك كهرباء للموتور او الكبات واستهلاك كهرباء كمان للمروحه. فالافضل حتى لو بتشتري مش عايز حاجه مستهلكه للكهرباء، تشتري اللي فيه شبكه بالخارج مش بالداخل وفيه مروحه، لان ده هيقلل فيه استهلاك الكهرباء. طيب نفصله ولا لا؟ خلينا عارفين ان في الديب فريزر ورا جزء الاستانلس ده مواسير ماشيه، اللي هو الخطوط دي مواسير ماشيه في الحته دي. المواسير دي بتكون غالبا مصنوعه من الالومنيوم او الحديد، مفيش بس بيبقى مصنوع من النحاس غير كرياز، لكن الانواع الثانيه زي ده الاسقى مصنوع من الحديد. الحديد بيتاكل مع الركنه، مع ركنه لو ركناها فتره قصيره فالحديد ده بيتاكل ويسبب ان هو تسريب للفريون. وعلشان نحل المشكله دي لازم نغير قميص كامل، القميص اللي هو بالداخل ده، ونجيبه نحاس طبعا، لان القديم ما ينفعش نخلعه لانه بيكون مضغوط في قلب الفريزر فتكلفته عليها جامد، فبنغير القميص ده طبعا غالي جدا. فالافضل ما نفصلش الديب فريزر خالص اكتر من مثلا يومين ثلاثه ونرجع نشغله، تمام؟ علشان غلط. وزي ما احنا قلنا عايزين نوفر في الكهرباء، هو اول حاجه ما بيستهلكش كهرباء، ثاني حاجه هنيجي عند المؤشر هنا ونخليه على واحد ونسيبه شغال مفيش اي مشكله، هيفصل فتره كبيره طبعا على واحد، ولو ما بنفتحوش مش هياخد كهرباء كتير، ونسيبه شغال مش هيستهلك كهرباء كتير، بالعكس هتبقى حاجه بسيطه. عايز تعرف استهلاك كهرباء، بيكون في بطاقه كفاءه هنا على حسب لو ايه ده اقل استهلاك كهرباء، طبعا على حسب النوع، والاستهلاك الشهري للموديل بيكون مكتوب عليه، وكمان بيكون في الورق بتاع ديب فريزر، وكمان خلف الديب فريزر موجود الاستهلاك الكهرباء 145 واط، وبيكون مكتوب عليه البيانات كلها، حتى استهلاك مصباح الاناره، اللمبات اللي بتبقى في الديب فريزر. لكن انا بقول لك هو ما بيستهلكش كهرباء كتير، فمش محتاج فصله غلط جدا للديب فريزر.